اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عيب الاطفال. اوه يا رجلي، اوه مش قادر، رجلي مكسره اوي. اوه يا دماغي، اوه دماغي بتوجعني اوي. وانا اوه يا دراعي، اوه دراعي بيوجعني اوي. ايه ده ايه ده، احنا كلنا قاعدين هنا في المستشفى، كلنا مكسرين، كل واحد بقى يحكي هو كسر ازاي. انا كنت راجع بالعجله ورحت دخلت في السور وقعت على جنبي وراسي اتعورت خالص. وانا كنت ماشيه في الشارع اتزحلقت على موزه اوي، برضو دراعي اتكسر وانا تعبانه اوي. مش قادره، انا تعبانه جدا. وانت ايه اللي حصل لك؟ لا انا كنت بلعب في النادي بالكوره، رحت اتكعبلت وقعت وجالي مشكله في ركبتي. يلا يا شباب، عشان تقدروا ان انتوا الدكتور يكشف عليكم دلوقتي عشان كل واحد يخف ويرجع على بيته، ايه رايكم؟ الله بجد احنا مبسوطين قوي. الدكتور هيجي امتى؟ هو زمانه جاي اهو، جهزوا بقى نفسكم عشان الدكتور لما يجي يشوفكم. اوكي احنا كمان ما اكلناش، ممكن انت تبعت لنا اكل عشان ناكل؟ طيب حاضر، ما تقلقيش هبعت لك اكل. وكنا كمان عايزين تلفزيون عندنا في الاوضه، احنا قاعدين زهقانين قوي، مش كفايه رجلي بتوجعني كمان مفيش تلفزيون. حاضر طيب ما تقلقيش، هجيب لكم تلفزيون واجيب لكم تاكلوا واجيب لكم كل اللي نفسكم فيه. الله بجد دي مستشفى حلوه قوي. ووهو. طيب انا عايزكم بس ما تعملوش ايه لحد ما الدكتور يجي ويكشف عليكم واحد ورا التاني. مستعدين؟ اه احنا مستعدين، ما تقلقش حضرتك، كلنا مستنيين. وانا كمان عايز اكل، انا جعانه قوي، لو سمحت تجيب لي اكل على الاوضه. انا بقول لك اهو، ايه كلكم عايزين اكل؟ في ايه؟ الدكتوره جايه، الدكتوره جايه. كعبلت وقعت وانا بجري. مش قادر. ايه ده، إيه حصل لك ايه؟ مش عارف والله، كعبلت وقعت من الاطفال الكتير اللي عمالين يزنوا دول. ايه ده، مناخيري كلها دم، يا لهوي ده انا اتعورت. ايه ده، انا الظهر عشان قعدت مع اطفال كتير مناخيري باظت كده، يا لهوي. معلش سلامتك، الف السلامة. عشان تجيب لنا الاكل في الاوضة. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع، لو عجبكم بليز قولولي في الكومنتات رايكم فيه. بليز متنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب، شايفكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.